بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، محاضرتنا حول تصميم المفاعلات Introduction to Reactor Design. To design a reactor we have to know، لغرض تصميم المفاعل يجب علينا تحديد ثلاثة نقاط رئيسية، وهي أولا Size، Number 2 Type، Number 3 The Best Method of Operation. النقطة الأولى طبعا Size يعتمد على الزمن اللازم لإتمام التفاعل، وهذا يعتمد على kinetic of reaction وكمية المادة المطلوب إنتاجها في المفاعل. النقطة الثانية type، يتم تصنيف المفاعلات إلى عدة أنواع، منها الباتش رياكتر، plug flow رياكتر، continuous stirred tank رياكتر، وكذلك semi batch رياكتر. هذا كتصنيف رئيسي، وتوجد تصنيفات أخرى لل مفاعلات، ولكن التصنيفات التي ذكرت هي تعتبر التصنيفات الرئيسية. وثالثا عندنا the best method of operation، يعني طريقة التشغيل، ما هي الطريقة المطلوبة، هل أن المطلوب أو المناسب أنه يتم إجراء التفاعل في مفاعل من النوع الباتش، أي مفاعل الدفعة الواحدة التي يتم إدخال جميع المواد المتفاعلة في بداية التفاعل، وبعد انتهاء زمن التفاعل يتم إخراج المواد الناتجة والمواد المتبقية من المواد المتفاعلة. هذا عندنا أحد الطرق. الطريقة الأخرى هي تسمى بالcontinuous reactors، أي المفاعلات المستمرة والتي تحتوي على مجريين أو أكثر، أي stream inlet stream، مداخل للمواد المتفاعلة، and outlet stream، ومخارج للمواد الناتجة والمتبقية من المواد المتفاعلة. عندنا بعد ذلك factors affecting the performance of the reactor، النقاط التي تؤثر على أداء المفاعل. توجد عدة نقاط تؤثر على أداء المفاعل، وهي أولا variation of temperature and concentration of the reacting fluid with position as well as time، أي تغير درجة حرارة المواد المتفاعلة وتركيزها مع اختلاف موقعها داخل الرياكتور أو مع الزمن. ثانيا the rate of heat addition or removal from the system، أي كمية الحرارة المطلوب إضافتها أو كمية الحرارة المطلوب إزالتها من المفاعل، وهذا يعتمد على نوع التفاعل وحركيات الكينيتيك of the reaction، من حيث أن هل أن كان نوع التفاعل هو exothermic، أي أنه باعث بالحرارة ويتطلب سحب الحرارة، أو هو ماص للحرارة endothermic ويتطلب إضافة الحرارة لزيادة سرعة التفاعل والاتجاه نحو إكمال التفاعل وإنتاج المواد. وثالثا type of mixing in the vessel، نوع الخلط في داخل حيز المفاعل، هل أن المفاعل مطلوب عملية خلط مثالية ideal mixing، أو أن المطلوب أن تكون عملية الخلط ليست متكاملة كما سنرى في بعض أنواع المفاعلات. نجي على النوع الأول types of reactors. النوع الأول هو الباتش رياكتر، من اسمه هو مفاعل الدفعة. In the batch reactor the reactants are initially charged into the reactor, are well mixed and are left to react for a certain period. The resultant mixture is then discharged. في هذا النوع من المفاعلات كما مبين في الرسم، طبعا هذا المفاعل يمتاز بأنه هو مفاعل بسيط، لا يحتوي على ستريمات، لا عندي inlet stream ولا عندنا outlet stream، وإنما يتم إضافة المواد المتفاعلة في بداية زمن التفاعل، بعد ذلك يتم غلق المفاعل وتشغيل المكسر لزمن معين، بحيث نترك المواد المتفاعلة تخلط لزمن معين مع التبريد أو التسخين المطلوب، وعند نهاية تلك الفترة الزمنية يتم فتح المفاعل وإفراغه من المواد الناتجة والمواد المتبقية من المواد المتفاعلة. يصنف هذا النوع من المفاعلات على أنه ضمن المفاعلات الأنستيدي ستيت، وذلك لأن تركيب المواد داخل المفاعل تتغير مع الزمن وليس مع الموقع داخل الرياكتر، بحيث ان الخلط يكون خلط مثالي وتركيب الكومبوزيشن اوف ذا ماتيريالز انسايد ذا رياكتر از يونيفورم ات اني تايم.
However, at any instant, the composition throughout the reactor is uniform. أي أنه متجانس في كل حيز الرياكتر. The batch reactor is characterized by يتصف هذا المفاعل بأنه أي simple أي أنه مفاعل بسيط. ذلك لأنه لا يحتوي على لا يتضمن مجريات إدخال أو إخراج للمواد inlet or outlet streams. B needs little supporting equipment يحتاج إلى كمية قليلة من الأجهزة والأدوات الملحقة. C ideal for small scale experimental studies on reaction kinetics يعتبر هذا المفاعل المثالي لغرض إجراء التجارب المختبرية لتحديد حركيات التفاعل reaction kinetics أي أنه يعتبر مثالي لأغراض الدراسات المختبرية. وأخيرا D industrially it is used when relatively small amount of material are to be treated صناعيا يستخدم هذا المفاعل عندما تكون كمية المادة الناتجة المطلوب إنتاجها هي كميات قليلة على سبيل المثال المواد الدوائية. نأتي إلى النوع الثاني اللي هو Plug Flow Reactor PFR هذا النوع من المفاعلات This type of reactor may be known as يمكن تسميته بعدة تسميات اللي هي Plug Flow Tubular Reactor Slug Flow Reactor Piston Flow Reactor Ideal Tubular Reactor and Mixed Flow Reactor هذا الشكل يوضح شكل المفاعل Plug Flow Reactor طبعا احدى التعابير التي تستخدم لوصف المفاعل انه هو Tubular هو مفاعل انبوبي يحتوي على Inlet and Outlet Streams عندي الفيد يدخل من هذا الانلت والاوتلت عندي هذا البرودكت يسمى بالايديال فلو رياكتر والان ميكسد رياكتر للاسباب التاليه عندي اي ذا باترن اوف فلو از بلج فلو اي اي نو اليمنت اوف فلويد اوفر تيكين اور ميكسين وذ اني اذر اليمنت اهيد اور بيهايند اي ان الجريان في هذا المفاعل يكون بشكل شرائح سليبس كما مبين في الاسهم الواضحه. احدى النقاط المهمه أنه لا يوجد خلط لإحدى الشرائح مثلا هذه الشريحة الموجودة في الوسط لا تختلط الجزيئات الموجودة فيها لا تختلط مع الجزيئات الموجودة في الشريحة التي ما قبلها وكذلك الشريحة التي ما بعدها أي أن عملية الخلط أفقيا هي منعدمة ومن الممكن أن تكون لدينا عملية خلط عمودية اللي هي مذكورة في الشرح المبين Actually there may be lateral mixing in fluid أي ممكن أن يكون لدينا عملية خلط عمودي داخل الشريحة الواحدة in plug flow reactor There is no mixing or diffusion along the flow path لا يوجد لدينا انتشار أو خلط باتجاه جريان المفاعل هذه النقطة الأولى النقطة الثانية يسمى بالideal tubular لماذا؟ إذا أخذنا إحدى الشرائح الموجودة نجد أن الفيلوسيتي جريديانت توزيع السرعة داخل المفاعل تكون متجانسة uniform أي أن السرعة سرعة الفلويد داخل الرياكتر تكون متساوية من مركز الرياكتر إلى محيط أو جدران الرياكتر وبهذا يتم فرض أن الفيسكوسيتي of the material is very low أي أن الفلويد اللي يدخل المفاعل هو قليل اللزوجة وقليل الكثافة من النقاط المهمة لاستخدام هذا الرياكتر كما مبين النقاط الآتية يعتبر هذا المفاعل ideal مثالي for industrial purposes يعتبر هذا المفاعل هو مثالي للاستخدامات الصناعية متى عندما يكون المطلوب إنتاج كمية كبيرة من المواد الناتجة when large quantities of material are to be processed B. It is suitable when the rate of reaction is fairly high to extremely high يكون هذا المفاعل مثالي وجيد جدا عندما تكون معدل سرعة التفاعل سريعة أو سريعة جداً